دونك اليوم عشنا واحد الحدث اللي هو استثنائي، واحد الحدث اللي ما تنعيشوش ديما، واحد الحدث اللي يمكننا نلخصوه في واحد الفاجعه اللي ادت بارواح وكاينين ضحايا. ومن هذا المنبر هذا تنبغيو نبلغوا تعازينا الحاره للاسر ديالهم والضحايا. اللي كيهمنا دابا هما الناس اللي باقي عايشين، الناس اللي داروا نزيف دموي، باسكو تنهضروا على الدم. الناس اللي داروا نزيف دموي ما يمكنش نعتقوهم، واخا نديروا اي عمليه جراحيه كيف ما بغات تكون، واخا نعطيهم الدواء اللي كان الا ما كانتش النقطه ديال الدم. هذاك الشيء علاش رمينا البارح نداء للتبرع بالدم باش الناس تجي تبرع بالدم. الحمد لله وفقنا الله، الحالات اللي كانت البارح في الليل خرجنا لها الدم، ولكن تنهضروا على غدا، تنهضروا على بعد غدا. داك الشيء باش هذا النداء كان مباشره بعد وقوع الفاجعه. والحمد لله شفتوا الاستجابه كي دايره. الاستجابه كانت بواحد الروح ديال المواطنه، بواحد الروح ديال التضامن لا مثيل له. احنا هما المغاربه، احنا هما الحرار. هذه اللحظه هذه هو تعبير حقيقي للتضامن حتى مغربيت كي تنقولوا. شتي لاكو منين غادي الصف، منين غادي؟ راه من الصباح الناس ما كلاتش، ما ملاتش، الناس واقفه. اللي جلس راه جلس، اللي واقف راه واقف. علاش؟ علاش جا؟ جا لانه عارف بانه في المستشفى، غير هنا حدا في المستشفى الجامعي، كاينين الناس اللي محتاجين لهذيك القطره ديال الدم. شكرا جزيلا لكل من بان نداء، شكرا جزيلا لكل مواطن مغربي اللي حط في باله راه خوه محتاج ليه، شكرا جزيلا. نقطه اخرى اللي هي مهمه، ما نحصروش التبرع بالدم غير اليوم ولا غير غدا ولا غير بعده. التبرع بالدم راه على طول السنه، راه على طول السنه كاينين مرضى اللي عندهم امراض مزمنه حياتهم كتوقف على هذا الكيس. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اللي بغى يتبرع ماشي غير في مراكش، سي فغي البؤره كانت عندنا، يعني الضحايا كثار كانوا هنا في الجهه، ولكن راه حنا شبكه وطنيه كتمثل في المراكز الجهويه لتحقن الدم تحت اللواء ديال المركز الوطني لتحقن الدم. دونك هذا نداء لجميع المغاربه فين ما كنتوا، الله يجازيكم بالخير. راه الا تبرعتي في كازا وكان الخصاص ديال الدم في مراكش، راه هذاك الدم اللي غادي يوصل. الا كازا فيها الخصاص ومراكش فيه الدم، راه الدم غادي يمشي لكازا. حنا شبكه وطنيه كنخدموا يعني شبكه داكور. دونك هذا نداء ثاني هو انه التبرع بالدم عفاكم ما نحصروش في مدينه مراكش اللي حدا شي مركز اللي موالف يتبرع. وصلت يعني وصلوا التوقيت ديال التبرع، يمشي يتبرع. رحنا في حاله طوارئ، حاله طوارئ. وهنا فين غادي نبينوا واش حنا مغاربه احرار ولا لا. وعلى حسب تجربتي ديال هذا الصباح وما شفت هذا الصباح، الحمد لله راضيين على نفوسنا وشكرا. علاش جاي انا؟ حيت كاينه واحد السيده من البلاد مسكينه مريضه وما فحالهاش، طلبوا ليها الدم وما عندهاش باش تتم. سمعتيني؟ وجي لا ماشي من العائله، هي بنت البلاد، وجينا نتعاون معها مسكينه. ولكن جينا تنحيد الدم مره مره، كل عام ولا كل عام ونص نجي عندهم انا. لا 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 لا، هادشي مدة شحال هادي، مره مره تنجي عندهم مره مره. فيما ولكن اصلا الناس تيجيو نيت فعلا من عندنا من البلاد من نواحي ورزازات، تيجيو تيطلبوا وما فحالهمش تنتعاونوا معاهم. هادشي اللي عطى الله. نعم، ورا من 9 الصباح. قلت شي الوحده كاع قضينا غرض. كاين الزحام تبارك الله، جاوا الناس نيت مساكن تيعاونوا تيتبرعوا بالدم. هادشي اللي عطيت. هي باقي واحد الخوادري وهاد السيده هادي نيت هي اللي معايا مسكينه، حتى هي نيت مع امها جات هي نيت تعاون معاها. اش بغيتي تقول لهم؟ لا اله الا الله، خص الناس يتساعدوا ويتعاونوا مع خوتهم المسلمين. هذا الشيء اللي عطى الله. جينا اليوم باش نتبرعوا بالدم، وحنا من الناس اللي كان ديما كنتبرعوا بالدم، وهذه دور وطني وانساني خص الناس كلهم يجيو يتبرعوا به. حنا في امس الحاجه للدم، وهذه خصها تكون دائما عندنا عاده، الناس ديما يتبرعوا بالدم ماشي حتى توقع لنا الكارثه هذه. هذا الشيء اللي كاين، وهذا واجب وطني. انا جيت مع شي 9 الصباح، وهذا واجب وطني اولا وانساني ثانيا. هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله الامور غاديه مزيان، حنا غاديين. المهم كنصبروا والله يجيب الشفاء للناس اللي مراد، والله يرحم اللي ماتوا. هذا واجب هذا اللي عندنا، والاجر مع سيدي ربي، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. اذا احتاجنا حتى حنا هذا، وان شاء الله حتى الناس سميتو ناخذوا الناس، فهمتيني؟ عادي. يعني شحال ديال الساعات وانت واقف دابا؟ تقريبا واحد ساعتين ولا ثلاثة تقريبا. باش تعطي؟ عادي الحمد لله، صبروا هادشي اللي كاين، كلشي ماشي عليا عليك وعلى الناس كلهم.